للحد من الجريمة وإعادة الوضع الأمني في المحافظة إلى وضعه الطبيعي، نفذت قوات الأمن الانتشار الأوسع لها في مديريات المحافظة، وذلك تعزيزا لخلق حالة أمنية مميزة جعلت منها أحد أهم المحافظات اليمنية المحررة في هذا الجانب. يشهد الجانب الأمني تحسنا ملحوظا في مدينة عتق عاصمة المحافظة على وجه الخصوص، ومحافظة شبوة بشكل عام منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة أواخر أغسطس الماضي. الأمن في محافظة شبوة وفي العاصمة عتق في تحسن جيد وملموس. التغير حتى عند الجندي والعسكري في الجانب الأمني، في الشارع، في النقاط، تعامل ملموس يبشر بخير، نشكرهم على ذلك. وتعمل الأجهزة الأمنية على تأمين مداخل المدينة وتفتيش القادمين للحد من تفشي ظاهرة حمل السلاح، حيث تمكنت خلال الأسابيع الماضية من إحباط عمليات تهريب أسلحة وبعض الممنوعات، كما تقوم بتنظيم عمليات السير وخاصة في شهر رمضان. قوات الأمن الخاصة تقوم بجهود كبيرة من خلال الحد من ظاهرة انتشار الجريمة، مكافحة ومنع تهريب السلاح، وقد تم ضبط العديد من المهربات في الأيام الماضية، وتقوم قوات الأمن بالحفاظ على أمن واستقرار هذه المحافظة. تعد المساحة الكبيرة لمحافظة شبوة المترامية الأطراف أحد أبرز التحديات أمام المؤسسة الأمنية، نتيجة ضعف الإمكانيات ووجود تحديات أمنية أخرى تشاغلها من وقت لآخر في ظل توترات عسكرية على حدود المحافظة. أبو بكر حسين، لقناة بلقيس، شبوة.